يدل على ايه؟ هيقول لك وعلامة يدل. وده هيقول لك علامة يدل، هيقول لك يدل على التسامح الديني والوحدة الوطنية. ده معناه ان انا متسامح، عايزة مسلم بس روح الاسلام متسامحة، مفيش مشاكل لما يكون في كنيسة جنبي. وبيدل كمان ان مفيش كراهية بين المسلمين والمسيحيين، انت ليك دينك وانا ليا ديني، يبقى الوحدة الوطنية بين ابناء مصر. ارجوكم السؤال ده تمام فاهمينه، فهمناه بيتحفظ بقى. يلا يا نور، بيدل على ايه موقع الكنيسة المعلقة جنب عمرو بن العاص؟ بيدل على ايه؟ يدل على اسمه ايه، التسامح والوحدة الوطنية. والوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية. جزاك الله خيرا، أحسنت. طيب دي أول جزئين. طب سبب التسمية، تفتكروا ليه سميناها الكنيسة المعلقة؟ ليه؟ قال لي هقول لك، إحنا سميناها الكنيسة المعلقة عشان متعلقة. متعلقة إزاي يعني؟ قال لي كان في المكان ده قبل الكنيسة ما يتبني كان في حصن روماني اسمه حصن بابليون. حصن روماني اسمه حصن ايه؟ بابليون. خلاص. فكان هي بنيت الكنيسه المعلقه دي ها على برجين من ابراج الحصن البابليون القديم. يعني كان مكان الكنيسه دي قبل كده كان في حصن اسمه حصن بابليون الروماني، كان قديم قوي وكان لسه فيه شبه كده قواعد قايمه من الايه، من البرجين بتوعه، فاحنا بنينا الكنيسه عليه. يعني احنا علقناهم كده، يعني مش رمينا اساس، لا بنينا على البرجين، عشان كده سميناها معلقه. يبقى الكنيسه المعلقه سميت معلقه ليه؟ لانها بنيت على برجين، بنيت على برجين من ابراج حصن بابليون الحصن الروماني القديم. ها تمام كده؟ في حاجه صعبه دي لا سبب التسميه؟ تمام. يبقى سبب التسمية لا ايه؟ سبب التسمية ناخد بسملة. يلا يا بسملة. لأنها بنيت على برجين حصن من بابليون أبراج الأكبر. الحصن الروماني بابليون. تمام. في روايات، ومعنى كلمة روايات معناها إن إحنا يعني مش أكيد، يعني إيه مش أكيد؟ يعني مش متأكدين مليون في المية. يقال روايات إن العائلة المقدسة، العائلة المقدسة مالها؟ مين العائلة المقدسة دي؟ قال لك السيدة مريم. السيدة إيه؟ مريم وابنها سيدنا عيسى. ماله؟ قال لك لما حصل اضطهاد من الرومان زمان كانوا بيضطهدوا المسيحيين، قال لك العائلة المقدسة جريت جري من اضطهاد الرومان، كان الرومان بيعذبوه وبيدبحوا المسيحيين لانها الرومان كانوا وثنيين ما عندهمش ديانه. قال لك العائله المقدسه هربت من المكان اللي كانت فيه وراحت احتمت في هذا المكان. انهي مكان؟ المكان اللي كان فيه الكنيسه المعلقه، بس لسه الكنيسه ما كانتش اتبنت، ما كانتش ايه؟ يعني الكنيسه المعلقه ماشي، يقال انها بنيت على انقاض المكان الذي احتمت فيه العائله المقدسه. تاني، السيده مريم وسيدنا عيسى هنقول عليهم العائله المقدسه. اللي حصل ان كان الرومان بيضطهدوا المسيحيين، فيقال ان العائله المقدسه دي هربت من الاضطهاد وجريت جري وسافرت على مصر، احتموا هناك في مصر لان هم وجدوا الامن والامان في مصر. تمام. الكنيسه وكانوا عايشين في المكان ده، لما المكان ده انهد، ها الانقاض يعني الهدم، لما اتهد وادم الكنيسه اتبنت على المكان ده. فعشان كده بيقول لك يقال ان الكنيسه اتبنت على انقاض المكان اللي احتمت فيه العائله المقدسه. طب ده بيدل على ايه؟ ما هو لما العائله المقدسه تسيب الدنيا بحالها وتيجي مصر عشان تحتمي فيها، معنى كده ان مصر دي بلد امن وامان ولا لا؟ هي ملك
يا نور، اي حد فيكم ها، ده يدل على ان مصر دي بلد امن وامان ولا لا؟ لما العائله المقدسه تسيب الدنيا كلها وتيجي في مصر تحتمي فيها، على ما يدل. يلا يا نور، يدل على ايه؟ على أمن وأمان مصر. جزاك الله خيرا، احسنتي. طيب يبقى ان ايه، يبقى ان نقطه مهمه ونكون خلصنا الايه الدرس. بسم الله. ايه النقطة المهمة اللي عايزين نتكلم فيها؟ عايزين نتكلم عن المكانة، مكانة الكنيسة ليها مكانة جدا. قولي المكانة. حاضر. واحد، اتنين، تلاتة. تلات حاجات. تلات حاجات. واحد، اولا هي من اقدم الكنائس اللي موجودة في مصر. طب ايه يعني برضو؟ يعني ما هو في كنايس غيرها، يعني ما هو في كنايس غيرها، يعني برضو اشمعنى هي مهمة من اقدم؟ قال لي لا، ما هو كان في قديم وخلاص اتهدم، قديم ووقع خلاص، هي من اقدم الكنائس وما زالت موجودة. خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم؟ يعني ما هو في جوامع كثيرة عندنا، بس ده يعتبر اقدم جامع موجودة عندنا في المنطقة. عشان كده. تاني، الكنيسة نفس الكلام، كان في كنائس كتير قديمة بس في كنائس اتهدمت وقعت، لا دي من أقدم الكنائس وما زالت موجودة لحد النهاردة، عشان كده ليها مكانة عالية. يبقى واحد هي إيه؟ من أقدم الكنائس الموجودة وما زالت موجودة إلى الآن. تمام، يعني قديمه وما زالت موجوده، مش قديمه وخلاص بنقرا عنها في التاريخ وما بنشوفهاش، لا ده ما زالت موجوده. تمام. طب الثانيه ايه؟ هي بنيت على انقاض المكان الذي احتمت به العائله المقدسه. عشان كده الناس ايه بيحبوا جدا يروحوا دايما الكنائس دي، وخصوصا المسيحيين، يقول لك ايه احنا بنحب نزور الكنيسه دي ليه؟ ليها مكانه كبيره في نفوسنا. ليه؟ قال لك ما الكنيسه دي غير كل الكنائس، الكنيسه دي اتبنت ها على انقاض المكان اللي كانت عايشه فيه العائله المقدسه السيده مريم، عشان كده ليها مكانه كبيره في نفوسنا. طيب الكنيسه دي مدفون بيها عدد كبير جدا من رجال الدين، طبعا المسيحي، اللي كانوا موجودين في القرن ال11 وال12 الميلادي، وما زالت في صور وايقونات ليهم موجوده في قلب الكنيسه، وفي شموع مضاءه لدرجه ان الناس كلهم لما بيروحوا هناك بيشوفوا الايه؟ الصور والايقونات بتاعت رجال الدين المسيحي اللي مدفونين هناك. طب اشمعنى يعني؟ هما الكنائس التانيه ما فيهاش رجال دين مسيحي مدفونين هناك؟ ساعات فيه وساعات ما فيش، ولو فيه مش هتلاقيهم كتير قوي زي اللي مدفونين فين؟ في الكنيسة المعلقة. يبقى هقول آخر حاجة، مكانة الكنيسة المعلقة هي من أقدم الكنائس، من أقدم الكنائس التي لا تزال بقية حتى الآن. وكمان إيه تاني يا أستاذة خديجة؟ إيه كمان تاني يا أستاذة خديجة؟ هقول لك مهمة ليه؟ أصلها بيقال إنها بنيت على أنقاض المكان اللي احتمت فيه العائلة المقدسة. عشان كده ليها مكانة كبيرة. طب والتالتة؟ قال لك ده مدفون فيها عدد كبير جدا من رجال الدين المسيحي اللي كانوا موجودين أيام القرن ال11 وال12 الميلادي، وموجود صور لرجال الدين المسيحي موجودة في الكنيسة، صور وأيقونات كده وشموع مضاءة، والناس بتيجي تزورهم لحد دلوقتي يتفرج على الصور ويتفرج على الكنيسة. حلو الدرس؟ حلو خالص. حلو الدرس، جميل. طيب طالما حلو بقى وانتم حلوين كده، اللهم بارك. بحب، انا بحب البنات اللي بيتفعلوا كده، بحب البنات لما اسال حد يجاوبني كده. طيب اسال بقى، اسال والولاد برضو، يعني ما هو عمر دخل معانا اهو. ها سامعيني؟ اسال دلوقتي بقى. كان صوت تمام، حاضر. اسال، ابدا بمين؟ ابدا بمين؟ هبدأ بعمر. يلا يا عمر. عمر ايوه مس
يلا يا عمر، أين تقع الكنيسة المعلقة؟ نعم. أين تقع الكنيسة المعلقة؟ ما هو يا عمر أنت مصر. داخل متأخر الحصة ليه يا عمر؟ هو أنا إحنا أخدنا الدرس ده مع مس شيماء برضه. ما احنا خدناه بس قلنا ايه، ممكن نكون نسينا شوية، مفيش مشكلة لما ننسى، فأجينا صح، بنراجع. راجع. ما هو النهاردة برجع لكم قبل الامتحان، أنا برجع لكم قبل الامتحان، تمام؟ فطالما تمام. دي حصة مراجعة يبقى أكيد هي مهمة، فلو سمحت يعني اللي بيجي يجي بدري ويحضر الحصة ويكون ملتزم عشان نحضر الحصة من أول. ماشي؟ طيب احنا هنبدأ ببسملة. يلا يا بسملة، جاهزة يا بسملة؟ يلا نبدأ بسم الله. يلا يا بوسي، أين تقع الكنيسة المعلقة؟ احنا لسه قايلينها. ها تقع في حي مصر يلا القديمة. يا بسملة. تقع في حي مصر القديمة أيوه المعلقة عمرو بن العاص. تمام. وعلى ما يدل ذلك يا بسملة؟ بيدل على إيه لما الاقي كنيسة جنب جامع؟ يدل يلا على يا بسملة. الوحدة الوطنية والسلام. بيدل على الوحدة الوطنية بين أبناء مصر، وبيدل على التسامح الديني. أحسنت، جزاك الله خيرا. يلا يا نور، يلا يا نور، ماشي. يلا يا نور، ما سبب تسمية الكنيسة المعلقة بهذا الاسم؟ تفتكري سميناها الكنيسة المعلقة ليه؟ ما سبب التسمية؟ عشان هي بنيت على برجين من أبراج حصن بابليون. أحسنتي أحسنتي، جزاك الله خيرا. طيب تمام، يلا يا ملك. ملك، نعم. في روايات تخص الكنيسة المعلقة، تذهب بعض الروايات إلى أن الكنيسة المعلقة بنيت على أنقاض المكان اللي احتمت فيه العائلة المقدسة. يقال إن السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام هربوا وراحوا المكان ده في مصر، على ما يدل ذلك؟ بيدل على إيه؟ لما نسيب الدنيا كلها ونروح مصر. على إن مصر فيها أمن وأمان. جزاك الله خيرا، تسلمي. آخر سؤال بقى، يلا يا عمر، يلا يا عمر، ولما ندخل الحصة من بدري شوية يا عمر، ها؟ عشان إيه؟ حقيقة مركزين ومصحصحين كده. يلا يا عمر، ما مكانة الكنيسة المعلقة؟ ما مكانة الكنيسة المعلقة؟ لها مكان غير كل الكنائس، تفتكر ليه؟ عشان دفن فيها أيوه كثير من رجال الدين المسيحي مسيحي في القرن ال11 وال12. ولهم فيها صور ادي وآلات واحد، ويضاء لها احسنت. ها تشمع ايه لها. كمان؟ شموع، ماشي. دي ده كده رقم، ها لسه في رقمين تانيين. ايه اهميتها، مكانتها واهميتها، غير ان مدفون فيها عدد كبير من رجال الدين المسيحي؟ ها ايه الاهمية التانية؟ ها نعم، هيا يا عمر، عشان الصوت بيقطع. ايه الأهمية؟ ليه أهمية تانية؟ ايه الأهمية التانية؟ عشان ها طب أساعدك بكلمة، ها كانت أقدم فيها أقدم، عشان ها كانت أقدم كنيسة موجودة دلوقتي في مصر. طب ما هو في كنائس كتيرة قديمة. لا بس هي من أقدم الكنائس وما زالت موجودة، تمام؟ يعني هي من أقدم الكنائس التي لا تزال باقية. ها ثلاثة ناقص كمان حاجة يا عمر بتدل على أهميتها، تعرفها عشان ولا أقول أنا؟ كان لا عشان كان فيها العلم المقدسة. أيوه أيوه يقال، وطالما يقال يبقى رواية، يقال أن العائلة المقدسة كانت احتمت في مصر في هذا المكان، وهي بنيت على أنقاض هذا المكان، تمام كده؟ تمام؟ آجي الدرس الأولاني، الكنيسة المعلقة، خلص.
هو درس جميل ولطيف ومليان معلومات قيمة، ويا ريت نهتم بيه، لأن عايزة أقول لكم بنسبة 90% امتحانات الفصل الدراسي الأول بتيجي منها، ودرس مهم، وإن الدرس ده مهم هو ودرس الشخصيات، فخدوا بالكم منه. خلاص؟ تمام. طيب. في حاجة صعبة في الدرس ده؟ لا. الدرس ده لا سهل. سهل الحمد لله. طيب ننقل بقى على الدرس اللي بعده. بسم الله. احنا عندنا القصة، عارفين القصة؟ قصة شجر الدر. قصة شجر الدر خدته مع مش شيماء كام فصل؟ احنا خدنا فصلين، خدنا فصلين صح؟ الفصل الأولاني، تمام، الفصل الأولاني، الفصل الأولاني كان عن اسمه دعاء، اسمه دعاء، والفصل كده احنا هناخد الدعاء وهنقول سميناه دعاء ليه. بسم الله. اجي دعاء الاول، بس عايزه اقول صوره كده، صوره كده بسيطه. هو كان في عندي حاجه اسمها، عشان بس ما انتهش، السلطان الكامل. السلطان الايه؟ الكامل. يعني السلطان ده كان متزوج من امرأتين، زوجه اولى وزوجه تانية، يبقى السلطان معايا يا أولاد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. الصوت ضايع خالص، سامعيني؟ سمعت. ماشي. سمع. سامعيني طيب؟ سمع. هو أنا الصوت عندي ضعيف قوي، هو في مشكلة. طيب أنا عندي السلطان قلنا الكامل كان متزوج من امرأتين، الزوجة الأولى وعندي الزوجة الثانية. الزوجة الأولى أنجبت له نجم الدين، نجم الدين، والزوجة الثانية كان اسمها سوداء بنت الفقيه، سوداء بنت الإيه؟ الفقيه، ودي أنجبت سيف الدين. واخدين بالكم من القصة دي؟ سامعيني؟ يا ولاد سامعيني؟ ايوه. طب تمام. هو انا الصوت، هو في مشكلة، واضح ان في مشكلة في الصوت، يعني ممكن تكون دي. سامعيني كده كويس؟ تمام تمام انا كده سامعاكم تمام. طيب قال لي السلطان ده لما اتجوز اتنين، الاولانيه انجبت نجم الدين، ونجم الدين ده كان رجل صالح واخلاقه عاليه وشهم وعنده مروءه وفارس شجاع. الزوجه الثانيه كان اسمها سوداء بنت الفقيه، كان اسمها ايه يا اولاد؟ سوداء سوداء بنت بنت الفقيه. الفقيه. ها كان اسمها ايه؟ تمام، سوداء سوداء بنت بنت الفقيه. الفقيه دي انجبت سيف الدين. انجبت سيف الدين. يبقى انا عندي، خدوا بالكم، انا عندي كده اخين، نجم الدين وسيف ايه؟ وسيف الدين. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اني كان قبل الفجر بحاجه بسيطه، كان المؤذن بيدعي ان ربنا يرفع البلاء
عن أمة العرب، عن أمة العرب. إيه البلاء ده؟ البلاء ده عندنا كانت مصيبتين، مصيبة التتار ومصيبة الفرنج اللي هم الروم، اللي هم الإيه؟ الروم. نقول تاني، نقول تاني. إيه المشكلة كانت عندي هنا؟ المشكلة كانت حاجتين، المشكلة كانت عندي في حاجتين، التتار من ناحية والفرنج من ناحية تانية. طب ودول أنا هعمل فيهم إيه؟ قال لي بص، قال لي بص، إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنعمل دلوقتي حاجتين، هنحارب التتار اللي هم الروم ولا هنحارب الفرنج؟ قال لي صعب نحارب الاتنين. ليه صعب؟ أنا ممكن أحارب ثلاثة أربعة خمسة كمان. قال لي ما هو لو أنت عندك اتحاد بين العرب وبعضهم وإيدهم في إيد بعض هيبقى سهل. آه عشان كده المؤذن كان بيدعي الفجر وبيقول يا رب ادفع عننا البلاء، ها، والخطر الفرنج والتتار، تمام؟ وبيدعي بإيه؟ بيدعي إن العرب كلهم يتحدوا يبقى إيد واحدة، بدل ما العرب ماسكين في بعض وبيتخانقوا مع بعض وبيحاربوا بعض بقوا قوة ضعيفة. فلما أصبحوا ضعفاء خلوا التتار والفرنج يتمكنوا منهم ويسيطروا على البلد العربي. فكان المؤذن بيدعي ان ربنا يجعل العرب متحدين، فلما يكونوا متحدين هيقدروا يحاربوا البلاء اللي هو الفرنج والتتار. ايه فهمتوا كده؟ فهمتوا القصه جايه ازاي؟ القصه جايه ازاي؟ قبل الفجر المؤذن بيدعي يا رب ادفع عننا البلاء. السؤال، ما هو البلاء الواقع على العرب؟ كان البلاء الواقع على العرب ان في قوتين جايين عايزين يسيطروا على العرب. قوة ايه وقوة ايه؟ قال لي قوة الفرنج وقوة التتار. طب وايه المشكلة؟ طب ما انا واجههم. لا حضرتك، ما هو امراء بني ايوب بسبب اطماعهم وخلافاتهم مسكوا ببعض وبيحاربوا بعض فاصبحوا ضعفاء. ها فهمنا؟ فالمؤذن بيدعي يا رب اجعل العرب متحدين عشان يقدروا يهاجموا التتار والفرنج. ها فيها حاجه صعبه دي؟ ها؟ نعم. أمة العرب أمة مستهدفة في الماضي والحاضر، هل الدليل؟ السؤال ده مهم، السؤال ده مهم. أمة العرب مستهدفة، يعني دايما الناس حاطة عينها على الدول العربية. أمة العرب أمة مستهدفة في الماضي والحاضر، هل الدليل؟ أهو في الماضي، ها، كان التتار والفرنج اللي هم الصليبيين دايما بيهاجموا الدول العربية. حتى في الوقت الحاضر، ها، نجد الصهاينة اللي هم اليهود بيحتلوا مين؟ بيحتلوا فلسطين الحبيبة. يبقى دليل، عشان لو قال لك أمة العرب صح أو خطأ مستهدفة في الماضي والحاضر هتقول صح. قال لك طب أمة العرب مستهدفة في الماضي فقط، هقول غلط. عرفت الفرق؟ تمام. شجرة الدر كانت قاعدة وقت الفجر والمؤذن يدعي وهي كمان تدعي وتؤمن على دعائه، تؤمن على دعائه. طيب ليه بقى؟ كانت بتدعي يا رب إن العرب يتحدوا ونقدر نرد خطر التتار والفرنج. التالتة المهمة قوي، وده اللي كان برضو بيهم شجر الدر، وهقول لكم ده بيدل على ايه من شخصيتها. كانت بتدعي ان زوجها يستطيع الوصول لمصر حتى يصبح سلطانا عليها. هي كانت عينيها على مصر، كانت نفسها ان جوزها نجم الدين، جوزها نجم الدين يصبح سلطانا على مصر. تاني تاني، السلطان الكامل تزوج من امرأتين، المرأة الأولى أنجبت نجم الدين والثانية سوداء بنت الفقيه، واحفظوا اسمها، أنجبت سيف الدين. نجم الدين الكبير ده اللي هو الأخلاق عالية، ها، اللي هو شهم الفارس المخلص اللي بيحب وطنه،
اللي هو حريص على أمن وأمان الدول الإسلامية، اتجوز واحدة اسمها شجر الدر. إزاي يعني؟ شجر الدر دي كانت جارية من الجوار اللي عنده، هما كانوا زمان عندهم جوار كتير، تمام؟ فلما أنجبت منه ولد وسمته الخليل، جعلها حرة لوجه الله، خلاص ما تبقاش جارية، تبقى مراته، تمام؟ ما تبقاش إيه؟ أما، تبقى جارية. مركزين لحد هنا؟ أمريكان ها، سامعيني كده؟ سامعيني كويس؟ أسمع تمام. طيب ايه اللي يحصل؟ هقول لكم مش عارفه هو بيفصل اللي بيخرج ليه. اللي حصل دلوقتي ان هي كانت بتدعي شجر، بتدعي ان نجم الدين يقدر يوصل فين؟ مصر، ويصبح سلطانا عليه. طيب تمام، وانت شجر الدر بتكرهي التتار ليه؟ انا كنت بكره التتار ليه؟ لان التتار انا كنت قاعده معززه مكرمه في وطني، وانا من الدوله الخوارزميه، وجوم التتار قوضوا يعني هدموا، قوضوا ملكي وازالوا سلطاننا، والناس باعوني زي ايه؟ انا في سوق العبيد. فانا كنت ليا وطني وكنت انسانه حره، لكن جم التتار زي ما نزلوا على كل الدول العربيه وهدموها وازالوا سلطاننا وملكنا، واتبعت في سوق العبيد. بس الحمد لله اني نجم الدين اشتراني وانجبت منه الخليل وجعلني حره، واصبحت ايه؟ اميره من الاميرات. طب وانت يا شجر الدر بتحبي مصر؟ اه بحب مصر، وبحب كمان شعبها. ليه؟ أنا عندي أسباب. أنا بحب مصر، أصلها تمتاز بجمال الطبيعة، طبيعة خلابة وجميلة، وبحب شعبها، أصل شعبها معروف إنه كريم، ومعروف إنه هو لطيف وودود. نفسي أسكن مصر، ونفسي زوجي يبقى سلطان مصر. مصر دي قوة هائلة، سواء في شعبها أو جيشها. ويا سلام بقى لو مصر القوة الهائلة دي اتحدت بجيشها مع جيش الشام، هيقدروا يطردوا تتار وفرنج ومحدش يقدر علينا. ها معايا كده؟ معاكي. معايا؟ تمام. يبقى شجر الدر كانت بتدعي ايه؟ كانت بتدعي يا رب ان العرب يتحدوا عشان يقدروا يهزموا التتار والفرنج. وكانت كمان في دعوة خاصة. ايه الدعوة الخاصة يا شجر الدور؟ الدعوة الخاصة انها بتتمنى، بتدعي ربنا ان زوجها يصبح سلطانا على مصر. يبقى انت يا شجر الدور لك دعوة عامة ودعوة خاصة. الدعوة العامة ان ربنا يجعل العرب متحدين ويخلصهم من بلاء التتار وبلاء الفرنج. والدعوة الخاصة تخصني أنا بقى وزوجي. إيه بقى الدعوة الخاصة يا شجر الدور؟ الدعوة الخاصة إن ربنا يمكن السلطان نجم الدين إنه يصبح سلطانا على مصر. إشمعنى مصر يعني يا شجر الدور؟ أقول لكم، أصل مصر قوة هائلة سواء في شعبها أو جيشها. لو اتحدت مصر مع الشام هيقدروا يهزموا التتار والفرنج. طب مصر ليها معزة كبيرة في قلبك؟ قالت لهم مصر وشعبها. بتحب مصر ليه؟ مصر تمتاز بجمال الطبيعة، طبيعتها خلابة ساحرة. طب وشعب مصر كريم ولطيف وودود. تمام. انت بقى طموحة يا شجر الدر؟ قالت لي انا طموحة ونفسي اوصل مصر وابقى زوجة السلطان. بس المشكلة إن في عقبات. إن في إيه؟ عقبات. إيه هي العقبات اللي هتقابلك يا نجم الدين أنت وشجر؟ قالت لي تقوم شجر الدر تصحي سلطان نجم الدين وتقول له
أنا كنت بصلي الفجر وقعدت أدعي مع المؤذن وأقول يا رب رد خطر التتار والفرنج، ويا رب تصبح سلطان مصر. يقوم نجم الدين يقول لها إزاي أبقى سلطان مصر؟ ده في عقبات كتيرة تخليني ما أقدرش أبقى سلطان مصر. قالت له إيه؟ آه، العقبة الأولانية وأهم عقبة سوداء بنت الفقيه. احفظوا دي كويس. ما العقبات اللي كانت بتمنع وصول نجم الدين إلى أن يصبح سلطانا على مصر؟ واحد، سوداء بنت الفقيه. أنت قلتي الاسم ده قبل كده، مين هي سوداء بنت الفقيه يا بنات؟ اللي هي زوجة الملك زوجة الكامل. أبيه. زوجة أبيه، أيوه زوجة زوجة أبيه. أبي، سوري. مالها دي؟ زوجة أبيه. ليه؟ قالت سوداء بنت الفقيه فضلت تحاول تقنع السلطان الكامل بأنه يجعل ولي العهد من بعده سيف الدين. مع انه إيه اصغر ده؟ من نجم الدين. الابن الصغير، يا ريته أصغر، بس ده هو أصغر وقال لك وأقل كمان كفاءة. أصغر وأقل كفاءة، كان صغير في السن والمفروض إن يبقى ولي العهد الكبير. اتنين، أقل كفاءة يعني مش إيه؟ مش فارس مشهور وكبير زي نجم الدين. طب ونجم الدين يعني يروح فين؟ يفضل زي ما هو أمير على الثغور. طب وهي مالها الثغور؟ مالها الثغور؟ يا نهار أبيض، ده الست دي كانت دماغها داهية. إزاي؟ سوداء بنت الفقيه قعدت تقنع السلطان الكامل زوجها، بقول لك إيه، خلي ولاية العهد لسيف الدين ويبقى هو اللي يمسك بعدك. طب ونجم الدين؟ لا، نجم الدين أمير على الثغور. الثغور يا ولاد هي الأماكن والمناطق الساحلية، ما احنا عارفين التتار أو الفرنج، ها؟ كانوا بيجوا منين؟ عن طريق البحر بالسفن. فهي كانت تقول له ابنك شهم، نجم الدين ابنك فارس، فيفضل واقف أمير على الثغور عشان يحمي مين؟ يحمي البلاد من خطر التتار والفرنج. فخليه أمير هناك. الله، طب ما دي كويسة. لا طبعا، ده اللي كان بيظهر بس قدام زوجها، لكن هي كان ليها هدف تاني ما عانتش عنه. كانت تقول لك انا خلي ابني الصغير في امان، قاعد جوه في القصر بعيد عن القلق، لكن يفضل نجم الدين على الثغور في الخطر. سفن جاية من المدفعية، طلقات رصاص، ها ينزل التتار والفرنج، يمكن نخلص منه، فخليه هناك بعيد في الخطر. عرفتوا كان هدف سوداء بنت الفقيه ايه؟ يبقى واحد، اول عقبة سوداء بنت الفقيه حيث اقنعت السلطان الكامل بان يجعل سيف الدين هو ولي العهد، اما نجم الدين فيصبح اميرا على الثغور. ها، يعني شجرة الدر وهي بتتكلم مع نجم الدين، يعني هم شجرة الدر، وقتها شجرة يعني هم الدر، موجودين في الشام دلوقتي. شجرة، أيوة في الشام، لسه ما دخلوش مصر. شجرة الدر فعلا سوداء بنت الفقيه بتعمل كده ليه؟ وكمان نجم الدين عارف إن زوجة باباه بتكرهه. هم عارفين ده كله بس ما يقدروش يعملوا لها حاجة، ما يقدروش. تمام؟ يبقى أول سبب سوداء